هاي فوغ أرابيا، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده معاكم سلمى ابو ضيف من كان، وبجهز معايا بنجامين بيحط لي الميك اب، ميغال بيجهز لي شعري، وهلبس بينكو اند شوبار، ومتحمسه قوي اوريكم انا هلبس ايه النهارده، اللوك بتاعي. فتعالوا نشوف كده ماي فيرست ريد كاربت فور كان. عايزه احكي لكم ليه انا اخترت اللوك النهارده بتاعي. الدرس لونه اسود، فالاسود دايما كلاسيك، فحبيت بالنسبه لي كان كنت حابه احضره كلاسيك لوك، يبقى شكل كلاسيكي ولي ديل طويل كده، ف very simple، هيبقى بسيط بس في نفس الوقت شيك واليجنت، وهيبقى عليه مجوهرات من شوبار، هيبقى لونها اخضر emerald green كده. فحابة اوريكم اللوك كله مع بعضه، بس من ضمن الاسباب ان انا ليه اخترت اللوك بتاعي ده، كنت حابة احضر الريد كاربت بشكل بسيط بس في نفس الوقت شيك. انا هلبس الفستان ده النهارده، ف يلا نروح نشوف هلبس ايه. مبسوطة قوي ان انا كنت معاكم النهارده، و thank you Vogue Arabia.